أهلا وسهلا، مرحبا بكم أخوتي الأعزاء. معكم مدرب السياقة زاهر يوسف من هاملتون أونتاريو كندا. اليوم سوف أتطرق إلى موضوع، طبعا إحنا مثل ما تكلمنا بالفيديوهات السابقة بخصوص التحكم بالستيرن مقود السيارة ووضع الرجل بالشكل المناسب بخصوص دواسة البريك ودواسة البنزين. اليوم راح نطبق هذه الشغلات، لكن قبل ما نطبق هذه الشغلات راح نتكلم بخصوص بعض النقاط المهمة جدا في الامتحان أو حتى ما عدا الامتحان، ما بعد الامتحان أو في أثناء التدريب قبل الامتحان. هذه النقاط هي كيفية إعطاء الإشارة بالشكل الصحيح إلى اليسار، بعض الشغلات نسموها الاكسسوارز الموجودة في السيارة، شغلات الأخرى المساعدة وشغلات الأخرى الأساسية الموجودة في السيارة، إعطاء الإشارة اليسار، إعطاء الإشارة اليمين، الجير طبعا هو الموجود في السيارة أيضا اللي هو يعتبر الموجه الأساسي، يعني محرك الأساسي الترانسميشن الموجود في السيارة. خلي نتوجه هنا، خلي نتكلم بالشكل المبدئي والأول بخصوص الجير. طبعا مثل ما نلاحظ هذه السيارة هي سيارة أوتوماتيك، هذه السيارة اوتوماتيك. مبين شلون اعرف اوتوماتيك؟ موجود البي، موجود الار، الان اللي هو البي اللي هو البارك، الار هو الريفرس يعني الرجوع الى الخلف، ريفرس لما تريد السياره ترجع الى الخلف. البي هو في حاله الثبات السكون، السياره ما تتحرك باي مكان، حتى لو ضغطت غاز ما راح تتحرك لانه بي على الباركينج. ار قلنا رجوع، ان اللي هو نيوترال، يعني شنو نيوترال؟ النيوترال هم يسموه، يعني معناها انه السيارة حتى من تخليها على الان اذا تريد تدفعها بايدك راح تندفع، اذا يريدون يسحبون السيارة يسحبوها من يخلوها على الان، تريد تدفعها طبعا تدفع، دوز غاز ما راح تمشي السيارة. ليش؟ لانه هي في حالة النيوترال، يعني الجير ما بي اي تحكم بالنسبة للسيارة. دي اللي هو درايف بالسيارات الاوتوماتيك، الشغلات الأساسية اللي موجودة هي تستخدمها أنت طبعاً أثناء التدريب ولا بالامتحان. البي البارك، الار رجوع للخلف، الدي اللي هو الدرايف، يعني السيارة من تريد تمشي خلاص بعد هاي خليت السيارة على الدي درايف والسيارة راح تظل تمشي، وقفت ستوب ساين يعني لزمت بريك، شلت رجلك من البريك، دست بنزين، دست غاز راح تمشي السيارة، وقفتها بالبريك وكلها على الدي، ما تريد تحول هذا، كل شيء ما بي تحويل. هاي السيارة يعني شوية من نوع آخر اللي هي الاس اللي هي على السبورت تعطيها دفع أقوى، هذا ما راح تحتاجه أكيد طبعا. مثل ما تلاحظون أيضا هنا هذا الانجن بي البتن، بتن ستارت وبتن ستوب، يعني شنو اللي هي الدوس، شوف طفى المحرك، أريد أشغل السيارة لازم أخلي رجلي على البريك، أدوس بريك اشتغلت السيارة. طبعا لما تكون سيارة أخرى، سيارة بالمفتاح، بالمفتاح طبعا لازم يكون هنا، ما عندي المفتاح لأنه عوضت بالبتن اللي هو اللي هي push to start push to stop اللي هي بالمفتاح. بعدين أيضا إذا صار مجال هم نسوي فيديو آخر على شغلة المفتاح وإلى آخره، لكن هنا شغلنا السيارة، هسه السيارة هي دا تشتغل أساسا. بس شنو؟ حتى إذا دست غاز شو ما راح تمشي السيارة. ليش؟ لأنه على البارك على البي محطوطة، وعندي الامرجنسي بريك اللي هي هاي الدواسة هنا موجودة، إذا هي الامرجنسي بريك، هسه هو الامرجنسي بريك مضغوط، يعني أنا دايس على الامرجنسي بريك ومنطي ثبات للسيارة. من اريد امشي، قبل ما امشي لازم شو اسوي؟ اخلي رجلي على البريك واضغط بريك، وبعدين شو اسوي؟ احولها هذا الار، هذا الان، وهذا الدي، صارت هسه على الدي. حتى اذا اجي هنا اشوف راح الاحظ هنا بالاحمر دي، اذا ردت ترجع شوف ان ار البي رجعت على البي اللي هو وضع البارك. قبل ما نطلع شو راح نسوي؟
طبعا تتأشر لأنه الباب مفتوح. فهنا عندنا عصا اللي هي خصوص إشارة اليسار، إشارة اليمين. لما ننطي إشارة اليسار، طبعا بس راح يعني أحاول أخذ فد وضع حتى تشوفه. إشارة اليسار، لما أريد أنطي إشارة اليسار أقدر بإصبع واحد أو إصبعين، ما أحتاج أنه أمسكها بشكل يكون هالشكل قوي حتى أنطي إشارة. بالنسبة للمتعلمين الجداد دائما اللي يعني خبرتهم جدا قليلة يستخدمون اليد بالكامل، ما تحتاج كل هاي القوة، مجرد أنه إصبع أو إصبعين. شوف أخوتي، شوف، خلص، شوف إشارة اليسار اشتغلت، سهم الأخضر إلى اليسار اشتغل، أريد أطفيها طفت، ما تحتاج قوة. إشارة اليمين أيضا إصبع أو إصبعين حتى كل اليد مو مشكلة، لكن خفيف. شوف إشارة اليمين، ده شوفون السهم إيه موجود اشتغل، أريد أطفيها همين إصبع أو إصبعين انتهت، ما أحتاج أنه أمسك بقوة هذه المسكة القوية حتى أنطي إشارة وأكنسلها شكل، بعدين بالعكس راح تنطي إشارة اليمين، بعدين أريد أكنسلها منها راح أنطي إشارة اليسار، راح تصير مشكلة أرباك بالطريق، وهي كل مرة تحدث. قبل ما نطلع للتدريب دائما أبلغ الطلاب عادة، يعني لأنه خبرتهم أعرف قليلة ومعذورين هم، ماكو أي مشكلة، بس لازم يذكرون أنه ما أحتاج اليد بالكامل، أحتاج إصبع أو إصبعين فقط. من أريد أكنسلها كنسلها. إذا أنطي لليمين، طيت اليمين، شوف أريد أكنسلها كنسلتها انتهت، هاي خلصنا منها. طبعا المرايا هنا مهمة جدا، لازم بالمرايا ثبتها وتكون ثابتة حتى نشوف كما تلاحظون الجامة الخلفية كلها، وتكون أنت يعني تشوفهم مرتاح، ما يصير انه انت شو تسوي بهالحاله، كسع نسوي بهالطريقه وتسوي بهالطريقه وتسوي بهالطريقه حتى تشوف، ما يجوز، لازم انت تكون جالس وثابت. المرايات الاخرى الجانبيه طبعا انت تقدر تتحكم بيهم، يعني هم يكونون يا اما شو تقدر تتحكم بيهم، على الاقل لما تكون انت جالس بالشكل الصحيح قاعد تشوف شوية من نهاية سيارتك، شوية من نهاية سيارتك حتى تأمن لما تكون ماشي تعرف انه وين حدودك انت، تشوف شوية من نهاية سيارتك. بالخص بالمرايا الاخرى، طبعا اكو بعض المرايات الاخرى الصغيرة، هسه طبعا اكو هناك اكثر حداثة اللي هي تأشر لك، هي هاي بخصوص البلايند سبوت حتى تشوف لك اذا اكو سيارة اخرى. شوف اذا بالمرآة الكبيرة إذا كانت فقط أنا مدى أشوف بس فقط حدود سيارتي، شوف فقط حدود سيارتي، لكن بالمرآة الصغيرة اللي تلاحظها على جانب اليسار للأعلى في زاوية الأعلى إلى اليسار تشوف هاي المرآة الصغيرة اللي هي نسميها مرآة البلايند سبوت، هاي هي تجي ويا سيارة أو أنت تقدر تشتريها أيضا يعني كنديان تاير أو من مكان آخر، شيء بسيط جدا يعني ما تتعدى يمكن $7-8 او $10 تشتريها من كنديان تاير، تقدر تخليها تشوف شلون تبين ان اكو سياره الى جانب اليمين، لان المرآة فقط الكبيره هاي اللي انا دا استخدمها ما تبين عندي سياره، لازم شو اسوي؟ افور هالشكل على مود تشيك البلايند سبوت، الحنك فوق الكتف، لازم دائما الحنك فوق الكتف حتى يشوف البلاين. هذه المرايا تساعدني تقول لي انه اكو سياره جنبك في البلايند سبوت مالتك ما تشوفها انت، بس شنو؟ ما استعين بها في الامتحان، يعني ما يجوز انا بالامتحان بس انظر الى المرايا هنا فقط واقول اكو سياره هنا الى شو يسموها بالجانب البلايند سبوت مالتي فما راح احول، ما يجوز، راح تنقص من عندك نقاط، لازم تشوفهم شنو؟ بس انه انت تستدر يعني تفر راسك الى الحنك فوق الكتف، هذه الحركه هالشكل حتى تبين انه اكو سياره جنبك، وتشوف الاكزامينر اللي جالس جنبك انه انت بدك تعرف ايش بدك تسوي، لان هاي وحدها
ما تكفي. سيارات الحديثة راح تأشر لك، ممكن شوية تعطيك تنبيه أو انذار تقول لك إنه أكو سيارة إلى جنبك. هنا بخصوص طبعا الامرجنسي بريك اللي هو هذا موجود مكتوب بريك، هذا مو البريك العادي، هو الامرجنسي بريك. هنا نسميه الار بي ام اللي هي شقد هاو ماني ريفولوشن بير مينيت، اللي هو الار بي ام يعني الـ اول شيء العداد، هذا عداد السياره اللي موجود، وبعدين اللي تحته موجود اللي ار بي ام اللي هو موجود كم يعني ريفولوشن فره او دورة للمحرك او البستنس في الدقيقة الواحدة، وبعض النقاط الاخرى من يعني بالنسبة للغاز، بالنسبة الى درجة الحرارة الى اخره. بعض السيارات الحديثة حتى ما بها درجة، يعني العفو مو درجة الحرارة، درجة حرارة المحرك، بس هنا درجة الحرارة بخصوص الجو هنا 400 مئوية. وبعض السيارات اللي بيها مثلا W هو ويست، هذا للنافيجيتر، يعني شنو النافيجيتر اللي هو الجي بي اس اللي موجود. بعض السيارات بيها وبعض السيارات ما بيها، يعني الدايركشن الاتجاه مالتك انت وين رايح. لكن انت ايضا اللي يهمك اول شيء السرعة، هنا هذه سرعة السيارة طبعا 0 10 20 30 40 50 60 طبعا كيلومتر بالساعة، كيلومتر بير اور. بعض السيارات اللي تجي من امريكا طبعا بها مايل بير اور، طبعا المايل هو اعلى، احنا هنا في كندا في اونتاريو نستخدم كيلومتر بالساعه. الشغله الاخرى اللي تهمك هنا هي طبعا الغاز ايش قد عندك. هسه انا عندي تقريبا الوسط غاز، نصف التانكي موجود غاز. الاي اللي هو امتي، من شوف راح تنزل راح تنطيك اشعار سيارات الحديثه او ينعلق مصباح اصفر يقول لك انه السياره راح يعني خف الغاز بيها، خف الغاز بيها. امتي لا توصلها للامتي، لازم تروح تاخذ غاز، تكون حذر بالاخص في وقت الشتاء، يعني بالاخص من تطلع ممكن يكون عاصفه ثلجيه الى اخره، حتى لا تنطفي عندك السياره وتسبب مشاكل. الاف الموجود في الاعلى معناته فول، هي فول يعني انت فولت الغاز، عبيت التانكي مال الغاز، ملأت الغاز، انت مرتاح ما عندك مشكله، وتبدي تتناقص كل ما استعملت السيارة. لكن شغلة مهمة أيضا بالنسبة للأشخاص والأخوة الأجداد، يعني أريد تلاحظ هنا شغلة كلش مهمة، شلون أنا أعرف وين، ما أعرف إذا يبين أو لا، شلون أنا أعرف إنه الغاز ماتي التانكي هو من وين ينفتح الباب. هنا مثل ما تلاحظون هذا على الوسط أكو علامة، آيكون علامة مثل تانكي اللي تترز بيه وتعبي بيه الغاز. إذا بي سهم صغير، هذا أكو عليه سهم صغير تشوفوا ده يأشر إلى اليسار، معناته أنت لما تروح إلى محطة الوقود أو الغاز ستيشن لما توقف سيارتك تريد تعبي، معناته باب السيارة راح يكون وين؟ على اليسار، إلى اليسار السيارة. أما إذا كان هنا هذا هذه العلامة، ممكن هذه العلامة تكون هنا هنا أي مكان، منشوف هذه العلامة اللي هي مثل خزان الوقود بعلامة اليسار، سهم اليسار يشير إلى اليسار، معناته باب اللي تترس منه الغاز راح يكون على اليسار. وإذا كان دي يشير إلى اليمين معناته الباب اللي راح تترس منه راح يكون إلى اليمين. ومثل ما تكلمنا أيضا وطرقنا بخصوص بعض الشغلات الأخرى اللي هي يعني ما تعتبر أساسية، الأساسي اللي هو طبعا درجة الحرارة اللي موجودة في السيارة، يعني راح تفيدك طبعا بالشتاء وبال طبعا بالصيف، والفوليوم اللي هو للموسيقى إلى آخره. طبعا الموسيقى ما يصير تكون موسيقى عالية وصاخبة إلى آخره. الشغلة ممكن الأخيرة وما قبل الأخيرة راح تكون اللي هي الماسحات، ماسحات السيارة أيضا كثيرين يجهلوها، هاي تكون لازم مهمة أيضا بالامتحان، لازم تكون الجامعة ماتك شوف نظيفة نظيفة، ما يجوز تكون وسخة بالامتحان. تروح بسيارة هي مو سيارتك، استعارتها من شخص معين أو المدرب نص ينظفها، لازم يكون الخزان الموجود لتنظيف
الماسحات. شوف شوف هسه انا راح استخدم هاي، راح اضغط. طبعا مو كل السيارات نفس الشيء، اذا ضغطت هنا راح يجيني الماي التنظيف. لازم هذا يكون متروس، مو دائما يكون متروس، على الاقل يكون موجود به كافي حتى تنظف السياره، لانه في الامتحان اذا شافوه الجامعه مالتك وسخه فرضا وتريد ماي وما تنظفت ممكن يلغي الامتحان. هاي من الشغلات الاساسيه جدا في الامتحان. وممكن قبل ما تطلع حتى اذا يكون الجو يعني غائم او ممطر او مثلج يقول لك شغل الماسحات، لازم تعرف تشغل الماسحات. هنا لا تاخذ هذه السياره كمقياس، لازم تعرف انت شلون تشغل ماسحاتك. هنا بهذه السياره اقدر بس مجرد، شوف بس مجرد اسوي اشكل فره راح تشتغل ماسحات وبها درجات الى ان اوصل صفر. وبها ايضا هذه السياره بها ايضا للماسحات الخلفيه ايضا هذا موجود هنا. لكن الماي هذا مهم جدا، الماسحات جدا مهمه. اوكي اذا الماسحات ما تشتغل، طبعا مصابيح السياره لازم كلهم يكونوا دا يشتغلون. مصابيح السياره شنو اقصد بهم؟ الاشارات، يعني هاي الاشاره هذه الاشاره، ولما ندوس بريك طبعا ايضا لازم من الخلف يشوف الاشارات كلها تكون دا تشتغل. يروح المدرب بعدين راح يكون اكو فيديو اخر راح تشوف انه شلون يكون السياره قبل ما تطلع انت للامتحان حتى يتاكدون انه شغله السيفتي والامان كلها موجوده في السياره حتى تروح الامتحان. اذا ما كانت موجوده فمعناها انه انت امتحانك اللغه وراح تدفع نص مبلغ الامتحان، وبعدين راح تروح تضطر تحجز مره اخرى، ممكن الحجز يكون كلش بعيد الى ان يجيك موعد اخر ويلا تقدر تروح تسوي الامتحان. لكن دائما تشيك السياره قبل ما تروح تسوي الامتحان. راح نلتقيكم في فيديو اخر. شكرا لكم اخواتي، بامان الله، مع السلامه.